واحده بقى واحده، عايزين نعرف الستيبس، لان دي هتعملها في ثانيه في الامتحان. ما هو الامتحان ليه السؤال ده ليه دقيقه؟ نمره واحد، اعمل ترانسبوزيشن سيمبل زي ما الراجل ده عايز، عايز يعمل ترانسبوزيشن سيمبل بحيث يخلي ايه البيس كيرف اللي هو مديهولي نفس العلامه بتاعت السلندر. اهي ترانسبوز ذا جيفن بريسكريبشن تو وان هافينج ا سلندر of the same sign as the base curve which is to be used. The simple transposition. يعني simple transposition أعمله بس لو الـ sign opposite. آه لو negative negative خلاص. إنما واحدة positive negative أعملها simple transposition. The spherical surface بقى is given by subtracting the base curve power from the sphere بتاع step 1. خلاص؟ هنترحب منه الـ base curve اللي هو مديهولنا. هنطرحه من السفير بتاع الستيب 1. تمام؟ This is written as the numerator of the fraction. اهو السفيريكال سيرفيس ده الفراكشن اللي هنكتبه. تمام؟ النومينيتور بتاعه هيكتب اللي هو السفيريكال سيرفيس. خلاص؟ ده عباره عن ايه؟ السفير. السفير دي بعد ترانسبوزيشن اللي هي طلعت لي بعد ما عملت سمبل ترانسبوزيشن. ده اخر سفير انا هستخدمه، موجود عندي في البريسكريبشن. خلاص؟ هطرح منه ناقص البيس كيرف بار اللي هو مديها لي. خلي بالك بقى ان دي ناقص قد تكون ناقص ناقص او ناقص زائد. ها خلي بالك بقى من الجبر هنا. المهم هي ماينس البيس كيرف ايا كان البيس كيرف اللي هو مديها لي. طيب بعد كده فيكس ذا سلندر سلندريكال بيس كيرف ويز اتس اكسس ات رايت انجل تو ذا سلندر في ستيب 1. ايوه على الرقم اللي انت عملته برضه كاخر نظاره انت عاملها. هتعمله عمودي عليه. خلاص؟ يعني ايه الكلام ده؟ بص اهو احنا خلصنا خلاص كتبنا السفير. هنيجي هنا البيس كيرف اللي هو مديهولي هو هو. مش هو كان قايل ناقص 6 باين؟ خليها ناقص 6. احنا كنا مطلعين السلندر بتاعنا كام؟ مثلا ناقص 3 اكسس كذا 90 او احط دي اكس 180. هتبقى ناقص 6 اكسس 180. خلاص؟ طيب ستيب 4 بقى. اد ذا بيس كيرف سلندر ان ستيب 1. خلي بالك اد ذا بيز اد تو ذا بيز كيرف ذا سلندر ان ستيب 1 ويز اتس اكسس ات رايت انجل تو ذات اوف ذا بيز كيرف. عمودي على البيز كيرف بقى اللي هو كان مكتوب في البريسكريبشن يعني. تمام؟ يعني ايه؟ هنا بقى هنجمع على البيز كيرف، هنجمع السلندر على البيز كيرف بتاعته. تمام؟ اهو البيز كيرف هيبقى البيز كيرف بقى زائد السلندر with its axis to right angle of the biscuit. هي دي ده القانون اللي هتمشي عليه حضرتك. تعالوا نشوف بقى اكزامبل بقى نصحصح بقى في الاكزامبل اللي انتوا بقى ابتدوا ايه يعيشوا الحياه مع نفسكم. شوف جايب لك المساله من اولها خالص. ده اني نوع ده؟ كومباوند هايبر بتروبيك استيجماتيز اهو. طب اكتبها لنا نضاره من فضلك. بلس 2 بلس 1 اكسس 180 اكسس 180 احنا عايزين نطلع اكسس 90 فنحط العدد في اكسس 180. طيب المساله اهي بيقول لك النضاره دي اللي انت كتبتها دلوقتي بلس 2 مع زائد 1 اكسس 180 حطها لنا في نضاره البيس كيرف بتاعها ناقص 6 ماينس 6. خلي بالك انا عامل لك الماينس بلس. تمام؟ تروح عامل بقى ايه؟ سمبل ترانسبوزيشن اتفضل. بلس 3 ماينس 1 اكسس 90 دي ستيب 1. خلاص؟ ستيب 2 هنحدد السفير. السفير بيتعمل ازاي؟ السفير ناقص البيس كيرف باور. حط بقى الارقام بتاعتك ها؟ زائد السفير في اخر نظاره بلس 3 ناقص 6 يبقى كام؟ 9 يبقى بلس 9. طيب هنا البيس كيرف اللي هو ناقص 6 في الاكسس العمودي على الاكسس اللي انت كنت عامله في ستيب 1 اللي هو اكسس 180. خلاص؟ وبعدين هنعمل ايه بقى؟ هنجمع بقى دي اللي هي البيس كيرف زائد السلندر في الاكس العمودي على ده، يعني اجمع ناقص 6 مع زائد ناقص 1 اكسس 90. الاكسس الاولاني. الاكسس بتاعه. بس لاحظ بقى بص ان ده لازم يبقى ده عمودي على ده. تمام؟ هنا بقى بص بنقول ايه؟ ناقص 6 زائد ناقص 1 تبقى ناقص كام؟ ناقص 7. فاكسس كام؟ 90. يبقى دي بتكتب الترانسبوزيشن بتاعها اهو. تعالى بقى انا اروح ايه؟ شايل الكتابه هتطلع المسألة ايه؟ ايه؟
دي بشوف انا غيرت الشكل من شكل نظاره كانت زائد 3 مع زائد 1 اكسس مش عارف ايه بتتكتب كده. ادي النتيجه، لازم النتيجه تطلع كده. خدت بالك؟ اهي زائد 9. طب انا اقول لك حاجه، ما تيجي طب نحولها لازاز نظاره. اهي بشوفيها تاني الارقام تاني اهي. زائد 9 دكتور سفير مع ناقص 6 في اكس 180 وناقص 7 في اكس 90. هنعمل الصفر بس هتحتاج ده كام؟ زائد 9 شكرا. اهو مين فيهم ناقص 7 وناقص 6؟ فيش ميموري في زهايمر؟ ايوه. لا كان 180 6 في 180 و7 في 90 صح؟ طب بصوا بقى تعال اجمع دي مع دي يطلع زائد كام؟ زائد 2. مش كده يطلع زائد 2 وكده يطلع زائد كام؟ ما هو 9 و6 ناقص 6 وزائد 9 يبقى كام؟ 3. يبقى 3 وميريديان كوتو زائد 3 وميريديان كوتو زائد 2. مش هي دي اصل المساله؟ اول واحده فوق دي اصل المساله كانت كده. انا مش هتكلم مساله ايه. يلا حل حل يلا ماليش دعوه. محدش سألني في حاجه. هي المساله بتيجي كده على فكره، السؤال بيجي كده بالظبط، انا نقله كده من الموك اكزام بتاع الاي بارسيس. طب انا عايز اقول لكم حاجه، دي هتتعمل كده يعني فرونت توريك ولا باك توريك؟ تصورك النضاره دي هتتعمل فرونت توريك ولا باك توريك؟ الاحسن بيشتغلوا عليها احسن. هي هتتعمل ايه؟ ماليش دعوه بقى بالاحسن ولا الاوحش، انا ليا المساله. بالظبط هتعمل فرونت توريك عشان الباك ماينس. الباك ماينس بالظبط، الباك هيبقى ماينس. تمام؟ طيب يلا بينا؟ يلا بينا. اصل المساله كان كده. اصل المساله كان كده. ان في ميريديان كودو 2 وميريديان كودو 3. احنا رجعناها للاصل خالص. تعالى نكتبها نضاره هتبقى كام؟ زائد 3 مع ناقص 1 اكس 180. هو راجعين بقى، هو عملها ترانسبوزيشن لوحده. طب خلي بالك بص هو عمل ايه؟ الميريديان ده جاي من هنا بزائد 3 بس ده دخل جوه شويه عشان يرجع هيبقى عايز ناقص 1. فهمت ازاي؟ طيب هو قال لي اعملها ايه بقى؟ قال لي خد النضاره دي اعملها لي على بيس كيرف زائد 6 لازم دي تبقى زي دي. نمره 1 ستيب 1 او ما نعمل لها سمبل ترانسبوزيشن تاني. اعمل لها 2 1 زائد 2 مع زائد 1 في اكسس كام؟ 90. خلاص؟ حط بقى في المساله. ها السفير فوق. ها السفير فوق اهو. ها هيبقى زائد 2 اللي هو طلع في المساله الاخيره بقى، احنا هنشتغل على دي بقى خلاص، احفظ دي بقى. زائد 2 مع زائد 1 في اكسس 90، دي اللي هنشتغل عليها. خلاص؟ على بيس كيرف زائد 6. ها زائد 2. ها ناقص ناقص بص زائد 2 ناقص زائد 6. ماينس 4 هتبقى ماينس 4 بالظبط، هتبقى ماينس 4 هتبقى السفير ماينس 4. وهنا البيس كيرف في الاكسس العمودي على ده، وبعدين هنا اتبع بقى زائد 1 بالظبط كده هتبقى زائد 7 في اكسس 90. ممكن اللي ما طلعهاش كده يقول لي تمام. بص بقى تعالى اعملها بقى نضاره. السفير هيبقى فين؟ هنا قدام. هيبقى هنا اهو. خلاص؟ الباور البلس هتبقى فين؟ هي اللي تحت. ها؟ تعب اهو ب 50 قرش. مسألة ب 50 قرش يلا. كل واحد يعملها بنفسه، اللي مش هيعملها هطلعه يقف هنا. يلا. اهي بص اصل المسألة اهي. ده كان انهي نوع من الاستجماتيزم ده؟ كومباوند مايوبيك. ده كومباوند مايوبيك. ميريديان عايز ناقص 2 عشان يرجع، وميريديان عايز ناقص نص. يبقى نص. خدت بالك؟ بص لو رجعنا بناقص 2 لو رجعنا بناقص 2 الميريديان اللي هو البعيد الاحمر ده هيرجع الريتنا، بس ده هيروح فين؟ هيرجع لورا 1.5. خلي بالك لان هو ليه نص بس، فانت لما تحط له 2 سفير هنا هترجعه لورا 1.5، فعشان يجي هيبقى محتاج 1.5 في الاكسس العمودي عليه اللي هو اكسس 90. طيب بص بقى هو عايز ايه بقى؟ توريك ترانسبوزيشن عشان نخلي دي بالماينس. بس خلي بالك دي هتبقى كام؟ ناقص نص مع ناقص 1.5 في اكسس 180. خلاص؟ تمام. يلا السفير ماينس 6 ونص. السفير هيبقى كام؟ ماينس نص ماينس 5 ونص. ناقص ناقص بلس 5 ونص. يبقى زائد 5 ونص. طيب بلس 5 ونص ما تزعلوش على ماينس 6 ونص.
90 والثاني ده يبقى كام؟ 180 ناقص 7.5 180 اهي شباب حد ما طلعهاش كده بص اهي ابي دي هتتعمل كده بقى سيرفس هيبقى زائد 5.5 ستيب دي باك تورك دي اسمها الباك تورك مش فرونت تورك دي باك تورك بص بقى ده انا جايب لكم دي من امتحان الاف ار سي اس ترو فولس اهي ذا فولوينج ترانسبوزيشنز ار كوريكت ترو ولا فولس بص اجمع الاثنين دول جنب ناقص اثنين نزل دي عكس الاشاره عكس 90 صح تمام هنا اجمع الاثنين دول جنب غلط اجمع الاثنين دول جنب ناقص نص نزل دي عكس بالعكس العمودي عليه صح يبقى دي صح ودي صح ها اجمع الاثنين دول جنب باي نزل دي عكس الاشاره في العمودي عليه صح ها اجمع دول جنب ناقص ده ربع زائد 3 اكس صح طب خد بقى دي تطلع مين في دول الاجابه ايه بصوا يا جماعه سهله خالص احنا اولا مش هنعمل ترانسبوزيشن ليه؟ لان السلندر نفس علامه البيس كارب خلاص؟ طيب السبير هيبقى كام؟ زائد 3 ناقص ناقص 5 يبقى 8 يبقى زائد 8 اي زائد 8 ده هو السبير خلصنا من السبير ناقص 5 هتنزل ناقص 5 زي ما هي الاكسس العمودي على ده اهو ودي هتبقى كام؟ ناقص 5 زائد ناقص 1 في اكسس 90 ناقص يبقى ايه اول واحده؟ لازم يبقى السلندر نفس العلامه بتاعت البيسكوب دي ستيب 1 في الترانسبوزيشن عارفه لو حليتيها اسهل وتعملي اجابه من قبل ما تبص على الاجابات هي الفكره ايه بقى؟ ان في ناس هتدخله عامله هنا ترانسبوزيشن غلط لان هو قال لك القاعده ايه عشان تبقى كلنا كلامنا واحد انك انت بتخلي الاشاره دي نفس الاشاره دي طب ما هي خلاص هو شال لك وان ستيب كمان دكتور البيس كيرف ده احنا قلنا البيس كيرف ده هو اصغر واحده في البورات بتاعت السلندر احنا قلنا العدسه التورك فكرتها ايه؟ سيرفس منها يبقى سفير السيرفس الثاني بيبقى عليه 2 باورز زي الكروس سلندر كده 2 باورز فاحنا بنعمل 1 باور 1 باور 1 اوف ذا 2 باورز هيبقى البيس كيرف ده اللي هو الاقل عددا في النمبر تمام؟ ولذلك حتى بص الاجابه لما جت كده هتجد ان ده الاقل عددا والتاني طلع الاكثر صح ده طلع ناقص 5 ده طلع ناقص 6 ده الاقل عددا لازم يطلع البيس كيرف هو الاقل عددا